مس صدفان منتابع لقائنا وهي تحية وفاء للرئيس حسين الحسيني يلي أعطى لبنان الكثير. اليوم الإعلام عم بيردد أنه هو أبو الطائف، أبو الوفاق، أبو التوافق، أبو الحوار إلى آخره. هو الإنسان يلي انظلم من أهل البيت ولم يظلم لبنان أبدا إلا أنه اشتغل للأفضل والأفضل. الكاتب السياسي إبراهيم بيرم أكيد عنده كتير يقوله بالسياسة وبالإنسان وبالمواقف عن حسين الحسيني. أهلا وسهلا فيك تعزينا أستاذ إبراهيم. الله يخليكي تعزينا للجميع كمان هذا مشترك يعني. شكرا. صحيح يعني شغلي نفقد هذا الرجل بعيد المرحلة بالذات، هذا آخر على ما أعتقد يعني بعد فيه اثنين ثلاثة بس آخر عنقود، يعني بتحكي عن فؤاد بطرس، عم تحكي عن المعلوف، عم تحكي عن جون عباد، عم تحكي عن شخصيات حقيقة. رشيد كرامي ذكر هو بالمقابلة يعني النائب الأرمني الشهير قعد 50 سنة نائب خاتشيك بابكيان، طبعا هاي شخصيات حقيقة يفتقدها المرء، يعني مش كل يوم تتعوض إذا صح التعبير، فرحمة الله عليه يعني. وفعلا مش بس كان أهل يعني ما هو عراب الطائف وهيك نعرف، لكن هو له دور بالحياة السياسية من سنة 72. لا. إذا بدك سيرته أنا طبعا اليوم أنا بتمنى نحكي عن سيرته لأنه البعض بينسى أنه كان إلى جانب الإمام الصدر. أيوة. كان إلى جانب حركة المحرومين، كان قائد للمحرومين قبل الطائف، من روحية أهل المحرومين خاض اتفاق الطائف. بحب نضوع على هذه الأمور إذا أمكن أستاذ إبراهيم بيرم. إيه صحيح، يعني السيرة بتبلش بسنة 72 عندما أتى هو إلى النيابة، كان حليف الله يرحمه جوزيف سكاف، يعني بتعرف الزعيم الزحليه والشهير، كان بوقتها رئيس بلدية شمسطار. شمسطار أيوة. وبالتالي إجا على المجلس النيابي، كان أول مرة ب 72 على حتر يعني جوزيف بيك سكاف المرحوم. الأهم من ذلك أنه هو أول كان أول من انضم ل مثل ما قلت للإمام موسى الصدر، يعني برحلته لتشكيل حركة أمل أو لحركة المحرومين كان اسمها بداية، كان هو أول أمين عام لهذه الحركة. بقي لحد 80 وقت يعني الشيعة إن رقمكم خارج الخدمة. للأسف للمرة الثانية والثالثة بيصير معنا هيدا الشيء على الهواء. رح نرجع نتصل بالأستاذ إبراهيم بيرم ونتمنى على أوجيرو يعني توقف هذه الإجراءات التعسفية بحق أي مؤسسة إعلامية، لأنه نحن هلأ عنا الخط ماشي لكن للأسف بيكونوا عم بينزلوا الفوتير مثل دايما وبيصير هيدا الشيء. فإذا بعدنا على ذات الرقم عم نتصل مع الأستاذ إبراهيم بيرم، نعتذر منك، هيدي حركات أوجيرو تعودنا عليها. بسيطة. نعم تفضل. من يعني من يوم ما كان عنده رحلة جديدة، رحلة الانضمام لحركة المحرومين، حركة المحرومين ذات نشأة مش ضروري يكون شيعية يعني. الإمام الصدر حاول أو سعى فعلا، كان له علاقات مع كثير من الشخصيات، أذكر منها معلمنا الله يرحمه غسان تويني، أول من وقع على الميثاق البير منصور الله يطول بعمره، مجموعات كبيرة، حاول يعمل حركة عبر للطوائف والمناطق تحت شعار رفع الحرمان آنذاك. طبعا الحرب الأهلية بال 75 بدت كثير من الأمال وكثير من أحلام الرئيس الحسيني وسواه من هذا الجيل، اللي حاول يغير الصيغة. يعني أنا ذا كانت الصيغة اللبنانية المعروفة كانت كثير محجرة وكثير مجمدة، وكان فيه تململ وحراك داخل الاجتماع اللبناني بين يمين ويسار وفلسطيني وعوامل أخرى متعددة. الحرب الأهلية فجرت كل هذه التناقضات كما نعرف. الرئيس الحسيني بعد يعني انفجار الحرب الأهلية وثم اختفاء الإمام الصدر سنة 78 برحلة إلى ليبيا، بعد منها فترة بسيطة استقال، وظروف استقالته الحقيقة ما حدا كثير بيحكي عنها. سنة 80 تعرض منزله أو تعرض هو لمحاولة اغتيال عبر قصف منزله بقذائف صاروخية كان بعرمون منزله، نجا يومتها نجا لحتى يعلن استقالته من قيادة الحركة. أنا ذاك هو قال لي حقيقة فيما بعد أنه كان علي أن أختار بين حياتي وبين الرسالة اللي بعتولي إياها، رسالة تهديد بالقتل يعني.
فبالتالي اتنحيت لأنه كنت عارف أنه راح نروح على صراع يعني بين الشيعة والفلسطينيين، صراع ديمي، وهذا اللي صار. بقي الصراع مستمر لحد 82 ليوم الاجتياح الإسرائيلي. يعني وقتها اتنحى السيد حسين اللي يجي مطرحه الرئيس نبيه بري وتكون معه الحركة بمرحلة تانية. مرحلة تانية يعني هي مرحلة اعتلق ورئاسة رئاسة مجلس النواب بعام 1985 على ما أذكر. وقتها كمان عنده رحلة تانية انتهت باتفاق الطائف في سنة 90. هو كان عرابه صحيح اللي عم تفضلي فيه، هو ميزته يعني الرجل ما كان يعني يعرف قيمة لبنان السابق المميز، يعني مواطن القوة بهذا النموذج ومواطن الضعف فيه. لذلك كما ذكرت حضرتك انه عندما وضعوا اتفاق الطائف كان يعني هو وثلي آنذاك يعني هيئة من المخضرمين السياسي. انت عم تحكي عن يعني رئيس صاحب السلام، عن يعني مجموعة من اللي بيعرفوا يعني خبروا ان الكيان اللبناني بعز يعني صعوده. ورغم انه كان في تباعد بوقته لكن عسكري وسياسي وطائفي ومذهبي الى اخره، بس يعني كان هناك هاجس الوطن، وهذا بيفرق يمكن اليوم شوي. يعني في مقاربة اذا بدك يعني بين المرحلة هذيك انا معيشها بحكم عملنا بالصحافة، يعني مرحلة الثمانينات بعد الاجتياح الاسرائيلي يعني بين عهد امين جميل لا يعني الطائف بتشبه كتير المرحلة اليوم، في استعصاء، في قلق، في انعدام رؤية، كل ذلك. يعني اجى الطائف انا ذاك ليوقف الحرب، يعني له ايجابيتين، ويفتح النظام اللبناني الموصد على كل يعني التحولات والتغييرات ليفتحوا قدام مرحلة جديدة. لكن اللي صار كمان انه هذا الطائف اللي كان يعني مأمول منه ان يفتح باب التطوير للنظام السياسي وتحديثه وعصرنته، وبالتالي يعني بطل في ناس محرومين، بطل في ناس عندهم شكوى من هذا النظام متهمينه بأنه يهمش فئات إلى آخره، لكن اللي صار أنه ما طبق هذا الاتفاق بنصه وحذافيره. لذلك يعني كان الرئيس الحسيني أصيب بخيبتي أمل، يعني بـ 92 سقطت لائحته بالإبقاع، وبالتالي نحي عن رئاسة مجلس النواب. أدرك يومتها انه هو ما عاد عنده دور، يعني في دور اخر بالطائفة الشيعية وبالبقاع عموما لسواه يعني. فبالتالي هو انكفأ نسبيا عن الحياة السياسية الى ان خرج بعد 2006 اذا بتذكري، خرج من هو اعلن استقالته من مجلس النواب. فكانت هذه يعني نهاية الرحلة السياسية اذا بدك. كان عنده خيبة، يعني كنا نحن نروح نصر عنده ايام انه ما قدرنا نطور، ما عجزنا عن 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 الوصول الى مرحله يعني نبعد عن الوطن كاس تجرع كل 10 سنين اللي هو كاس الانفجار. فبالتالي يعني الله يرحمه حاول، من جمله اللي حاولوا تطوير هذه الصيغه هذا النظام طبعا ما قدر، يعني الامور اكبر منه. ونحن مثل ما بيقول الرئيس نبيه بري دائما كان يرددها قدامنا وكنا نلتقي انه يا عمي نحن عم ندفع ضريبه التاريخ والجغرافيا، يعني تاريخ وجغرافيا مع بعضهم البعض اجتمعوا ما بتعودي فيك ليهون يعني. فبالتالي بصوره اقوى منك واقوى من كل الناس يعني نحن كل هذا اللي صار يعني. استاذ ابراهيم خلينا اتوقف عند محطات. اول شيء بدي اتوقف عند المحطه الانسانيه، حضرتك كان التقيته مرات ومرات ومرات. وكان طبيعته يعني هذا الانفتاح يأنس بالناس حقيقه. هون الحلو يعني اللي بيعرف الرئيس الحسيني ما بيقول كلام بالاعلام وكلام مش بالاعلام، يعني هو كتاب مفتوح. قدرت تاخد شي مرة شي زيادة عن هذا الكتاب المفتوح يلي كان يمكن يكون هو حذر، ما بعرف إذا قدام الإعلاميين ما يكون أكتر من هيك، أو لأنه هالقد شفاف اللي بيقوله على الهوى بيقوله مباشرة للشخص؟ لا هو يعني هو ما في اثنين، يعني مش مزدوج الشخصية حقيقة. فهي يعني ميزة من ميزاته ومن ميزات جيل سياسي صادق، يعني انه بيحكيك اللي بيحكيهم جوا بالصالون بالمحفل، يعني بيحكيهم على الاعلام، يعني ما عنده شيء مخبى، جريء. هذا دليل جرأة انه هو ما مخبي شيء، بالعكس كان يحكي، كان رايه يقوله ودفع حقه، يعني هذا الراي اذا بدك دفع حقه يعني بالحياه السياسيه.
مثل ما يعني بسيرتنا المكثفة لإله أنه بسنة 92 أيقن الرجل أنه خلص ما عاد عنده دور، سحب هو تلقائيا يعني سحب أنه لا المراد شيء تاني يعني، وهذا اللي صار بعدين تبين. لا هو هو المراد القاعدة الشعبية قررت المراد أو الخارج قرر لا لا هو قرر المراد من اللحظات أو الأمر الواقع هو يلي أخذ الأمور يعني إذا بدك بالتقريش السياسي. نعم. الشيعة بسنة 92 كانوا اثنين، شيء منتمي لسوريا يعني حركة أمل ورئيس بري بذروة صعودهم، وشيء إيراني يعني الحزب الله وإلى آخره. ما كان يقبل طبيعة يعني التركيبة الشيعية السياسية والاجتماعية، بتعرفي في ظروف يعني ما بتسمح لطرف ثالث يعني بتسمح لصوت ثالث، هو حاول يكونه يعني هذا الصوت. عندما أنا أذكر أنه عرضوا عليه سنة 92 قبيل الانتخابات يعني عشية الانتخابات النيابية اللي صارت أول مرة بعد الطائف، أنه يدخل هو حزب الله وحركة أمل بليحة واحدة توافق رفض هو يعني، على الأقل هو عرض عليهم يعني هو عم يعرض عليهم يعني عرض عارف رح يقبلوه، مع ذلك كفى هو. هلأ شو حسابته كانت أنا ذاك يعني ما بعرف. المشكلة طبعا هو ارتكب فيما بعد أخطاء يعني، حاول يشكك به نتائج الانتخابات أنا ذاك، عرفتي كيف، دعا إلى يعني تغيير هذا الانتخابات إلى إلغاء نتائجه يعني، وهذا طبعا كان. طب يعني عم تحكي عن 92 يعني بانتخابات 9% مشاركة باعتكاف الصوت المسيحي والتوازن المسيحي بشكل أو بآخر، يعني ما كان بحق له شكك للرئيس. هلا طبعا هو يعني هو ما قاطع، ما هو مشكله انه هو دخل بالانتخابات النيابيه، ثم اثر صدور نتائج الانتخابات وسقوط معظم اعضاء لائحته صار يشكك يعني، هو مختلف عن المسيحيين اللي قاطعوا. انا ذاك مساله تانية. نعم. مثلا انا اذكر ان تمام السلام الرئيس تمام السلام رحنا لعنده كان مقاطع ما خاض الانتخابات، هو خاض يعني. نعم. هذا الفرق، احنا ما عم ننال منه. نعم. بقدر ما عم نقول. على كل حال كان عنده تجربه بال 98 كمان اذا ماني غلطانه، وكمان ما توفق. لا بلا بقي اذا بدك ل 2006 يعني كان نعم كمستقل صح. ايه صحيح يعني ما هو مستقل. اخر مره بال 2006 لا انتخابات ال 2009 ما شارك فيها. نعم نعم يعني 2005 كانت ايه. الانتخابات شارك يمكن بال 2005 على ما أذكر يعني. لا. كان هو مشكلته استقال بال 2006 2007 وقت صار في اعتصام إذا تذكري بوسط بيروت وقصة الحكومة المبتورة أي بالضبط. فبالتالي صار في فوضى يومتها راح الرئيس سليم الحص الله يطول بعمره عمل هذا الخيار الثالث. ما عم نسمع صوتك أستاذ إبراهيم. يعني صار في هيك أستاذ إبراهيم. نعم ألو. اوكي عم بسمعك. اوكي إيه. عم نحكي انه انا ذاك بتعرف تشتتت الامور يعني بالاعتصام والانقسام والحكومه وعدم مشاركه الشيعة يومتها، هو اخذ خيار اخر، جمع 100 شخصيه بينهم الشيعة ادونيس وعمل يعني تنظيم اطار سياسي معين انه بالنص. هذا الامر وقتها الخيار الثالث يمكن كان خيار تيل كان مسميه الرئيس سليم الحوص. نعم. ويحاول يشكل على شكلته يعني خيار تالت، لكن يعني طبعا ما استقامت كتير، جاب شخصيات يعني مرموقة مثل ما قلنا الشاعر أدونيس يعني على ما أذكر نسيته لأنه بتعرف كان عنده 60-70 شخصية يعني ذاك. نعم. فانتهى سرعان ما انتهت التجربة وانتهى هو معه يعني ما عاش له علاقة بالثنائي الشيعي، ما قدر لحاله يخوض الانتخابات، حاول ما قدر لأنه ظروف مختلفة تماما. نعم. فانكفأ من يومتها وصار لعب دور المستشار يعني، كلنا نقصده دائما باستمرار كصحفيين لنسمع آراءه ونأخذ استفتاءات حول قضايا تخص تطبيق الطائف، قضايا دستورية، وكان موسوعة دستورية على كل يعني معروف عنه، كان محدث لبق بس موسوعة دستورية دمد، كان أنيق بمظهره وبحديثه مثل بينات. نعم. هلا السؤال اليوم يلي قريناه وتبعناه من الصبح او من امبارح، وين رح تكون محاضر الطائف؟ انا والله حقيقه سالوا هذا السؤال وسامع، واكثر من طبعا العشرات مئات يمكن سالوا هذا السؤال، لانه كل ما يتازم الوضع بلبنان والى اخره انه رجعوا لنجيب محاضر الطائف يعني. هو كان يقول انه اول شيء هي عباره مش محاضر يعني، عباره عن ملاحظات
اثنين انه هاي يعني انه انتهت بلحظة اللي اتفقنا فيها، يعني وقت عملنا الاتفاق ما عادش الا مبرر خلص، ما هي عم تحكي عن خلفية انت اللي انتجت هذا الاتفاق. هاي كان رأيه انا ذاك. هلا طبعا في كان وكان عنده رأي ثاني انه يمكن لو نشرت هالوثائق ممكن تؤدي الى حرب اهلية جديدة. والله ما بعرف يعني، لانه ما بنعرف شو طبيعتها وشو هي هذه الوثائق، لكن هي نقاشات صارت بين جلسات الطائف. تعرف طول الطائف يعني طول الشهر وشوي وجلسات، وعلى ما اذكر كان يحكي لنا انه على لحظه كان فرط الاتفاق، وكنا على قاب قوسين وادنى انه نرجع نحن كنواب لبنانيين ما تبقى من مجلس 72 يعني، الى ان يعني اجى الفرج كثره الضغوط والى اخره. فهو هيك هذا رايه يعني، انا ما اسمع رايه هو، ما عندي شيء ثاني. بيقول انه هذا ما عادش له مبرر يعني نفتح ونفلسه، لانه هذه نقاشات تمت في غرف موصدية، وانا ذاك بتعرفي كان في صراع سياسي تحول وما الى اخره، فبالتالي انتهت يعني برايي. نعم. انه هذه لازم نكتمها. نعم استاذ ابراهيم، كل ما يكون عندنا ازمه دستوريه بنرجع نقول اصلا الطائف هو وصلنا لهون، يعني ما في وضوح، كله افخاخ بالنصوص. وكان أو هذا كلام حقيقة مش مغرض يعني، هذا كلام صحيح، لأنه عم صادف قال الاستعصاء الرئاسي قبل تشكيل الحكومة دائما في مشكلة بالطائف. نعم. كلنا مقرين، لكن في حدا بدوش إلا الطائف، حدا خارجي إذا بدك السعوديين تحديدا، وكل دعوة ترفع لتعديل الطائف أو على الأقل لتطبيق ما تبقى. بس الرئيس الحسيني بيقول الطائف هو الطائف لبناني وليس خارجي، يعني بيقول أنه نحن اتفقنا هون ورحنا لهونيك. والله ما بعرف يعني إذا هيك يعني صحيحة المسألة، أنا ما عم شكك بصدقيته للزلمة، لكن يعني القول بأنه هذا نتاج لبناني لبناني للطائف، أنا يعني استبعد انه يكون حاكي هذا الحكي، لانه يعني حاولوا اللبنانيين بكذا مره، بتعرفي حوار بكفيه حوارات اكثر من هيك، راحوا على جنيف بتتذكري مش هيك، وعلى لوزان وما قدروا الاتفاق. ما كان يحكي لنا هو انه على لحظه كان راح يفرط المؤتمر، الى ان يعني الامور تبدلت باخر لحظه. طيب محاضر الطائف هي اسرار وطنيه لازم تكون بمحل حياده او رح تبقى لدى عائله الرئيس الرئيس حسين الحسيني؟ حرصا على الطائف وحرصا على الوطن، خلونا نشيل كان يقول يعني الله يرحمه. نعم نعم. عندنا تفسير تاني يعني، نعم نسمع هو شو كان يقول. نعم بقول من أهم إنجازات الرئيس الحسيني الدستورية هو إصدار قانون حماية الذهب اللبناني، يلي نحن اليوم عم نعيش بكنف استقرار جزء منا أو استمرارنا أو صمودنا هو هذا القرار. قديش دقيق هذا الكلام أستاذ إبراهيم؟ على الأقل صارت يعني هذا الحديث عن اللي بتحكي عنه تم الإقرار بمجلس النواب بين رئاسته هو، يعني في شغلتين هني أنجزهم إذا بدك، هو بيعتبروا كان هالقصة اللي عم تحكي حماية الذهب، وبالتالي إلغاء اتفاق القاهرة اللي كان معقود في 69 واللي بتعرف يعني مسار جدل كبير بلبنان، يعني هو اللي على عهده ألغي هذا الاتفاق. أصلا ظروف القاهرة اتفاق القاهرة كان هو سقط يعني بش سقط بس، لكن إبقاؤه شيء وإنهاؤه شيء، يعني إنهاؤه بمعنى الدستوري يعني شيء تاني، هذا القيمة المعنوية للمسألة هذه، إنه هذا الاتفاق اللي كان مثار يعني مشاكل هو اللي سبب الحرب اللبنانية بقول. ويمكن يكون هيك، وعلى الأقل هو متهم بهاي التهم مش وقت الحاكم. نعم. انتهى هذه القصة رسميا يعني، إنه ما عاد في مثلا شي يوم نجي حدا فلسطيني أو حدا غير فلسطيني يقول لك يعني بدنا نطبق هذا الاتفاق، طالما هو قائم يعني، طالما ألغيتيه ما عادش في مجال للمطالبة. نعم نعم. بتحب توقف عند نقطة معينة بحياته السياسية الدستورية الوطنية أو الإنسانية تستذكرك هلأ أستاذ إبراهيم؟ يعني الأهم بنحكي أنا بركز على سيرته السياسية، يعني هذا الانتقال أو هذا الشيعة وقت اللي عملت حركة المحرومين بنصف الأول من السبعينات، يعني أعلن عنها رسمياً بعد قصمي الصور وبعلبك، كانوا بحالة حيص بيص انقسام مثل ما قلنا، ست ربيعهم باليسار والأحزاب الناصرية والقومية والبعث وما إلى ذلك، والباقي تقليد
إلى أن إجا مشروع عمل يعني اللي كان مفصل بحياة الطائفة سياسيا، يعني البعض بيحبه البعض بيحبوش، إلى أن يعني بدأت هاي القصة. صار في من يومتها شيعية سياسية إذا بدك منذ أنا ذاك، وصار في نهج جديد بالتعاطي مع هي أهمية. لكن الرجل حقيقة مثل ما قلنا إنه ما استقامت له الأمور، يعني سرعان ما تغيرت الظروف، وبالتالي أطيح بهذه كل هذه الأحلام، أحلام تطوير النظام بشكل هادئ. الرجل مثلا أنا دائما كان يحكي عن أهمية بكركي، عن أهمية لبنان القديم. نحن لبنان القديم مثل ما قلنا في مواطن ضعف كتير، لبنان المميز إيه التميز، ونحن لبنان نهائي. هذه الأمور دائما هو كان يركز عليها. على كل رحمه الله، شخصيتي ما تتكرر بسهولة طبعا بهاي المرحلة يعني. نعم. سؤالي الأخير لك عقلانية. نعم. سؤالي الأخير لك أستاذ إبراهيم بيرم، وقت نسمع ونتابع النعي يلي صار، ما في حدا حكي كلمة، حتى خصومه السياسيين إلا ما حكيوا كلمة بتصيب واقع حسين الحسيني. ليش بس منتذكر محاسن موتانا وهن عايشين؟ رجل لك رجل يعني عنده اجتهادات، ما عنده هو أخطاء، يعني منه ما لا يمكن تتهمي شخص مثله بالفساد مثلا. لا أنا عم بقول عن اليوم الخطاب والنعي اللي صار وقت كان هو بالحياة السياسية، ليه ما تعاطوا بهيدا المبدأ اللي عم يحكوا فيه هلأ؟ هو اختار مثل ما قلت لك، يعني هو اختار يكون مميز، يعني هو اختار خط لحاله. هلا ما مشي حاله، ما مشي في احزاب كانت تنشا في لبنان اسمها الاحزاب العلمانيه، ما كانت سرعان ما تنتهي، لكن الناس مؤمنة بهي القصة. الرجل يعني ذهب مثل ولدنا بأبان الحديث ضحيه يعني قناعاته الشخصيه، دفع حقها مثل ما هي مشروع سياسي، يعني مثل امام علي كان عنده مشروع سياسي وما نجح، يعني فشل، دفع حقها يعني. بالتالي القصص مبررة يعني بالحياة السياسية، لكن ما فيك تذمي مثلا انه هو بالعكس اخر مواقف له مجلس النواب شهيرة بيوزعوا له الفيديو، هو والله يرحمه نسيب لحود رئيس الحوض طبعا نجاح وكيم وزير الخطيب بمواجهة كان يقول بمواجهة الحريرية السياسية. نعم. كان معه حق، طلع بالنهاية هو يعني خطابه الشهير اللي قال له للسنيورة انت عم تحكينا بانك عم تقلب الدين من داخلي لخارجي، انت عم تستدين جديد، يعني مرحله جديده راح تحطنا فيها قدام مرحله صعبه، وهذا اللي تحقق يعني. فكان صائب بهي القصه. مشكلة انا ذاك كان في عندك 6-7 شخصيات، يعني عندك بطرس حارب، عندك عمر كرامي، عندك سليم الحص، عندك نسيب لحود، لا يرقى الشك الى وطنيته. نجاح وكيم، ايه نجاح، وكان يمكن نسيب لحود الخطيب. فبالتالي يعني هذا من هذا الصنف اللي كان حريص على الوطن واللي دفع ثمن قناعاته كلهم. نعم. بدي أشكر مداخلتك أستاذ إبراهيم بيرم، وبرجع بعزيك وبعزي كل اللبنانيين بفقدان الرئيس حسين الحسيني.